أرحب بكم أصدقاء ترحيب وأبلغة، وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا مريحا في بلدكم موريتانيا، موريتانيا التي تقع في أقصى نقطة من غرب العالم العربي، وهي تعبير عن إلى أي مدى وصلت الثقافة العربية في غرب إفريقيا، والتي حملها الموريتانيون جميعا عربا وفارقة إلى أدغال إفريقيا، فاتحين وتجار ودعاة، ونشروا الثقافة العربية في غرب إفريقيا، وتركوا بصماتهم في هذه المنطقة كعلماء وكدعاة، وأعتقد أنهم كانوا سفراء للثقافة العربية وللتاريخ أن يقيم إلى أي مدى خدموا هذه الثقافة في محيطهم. كان أيضا لدى الموريتانيين سفراء في المشرق العربي، عرفوا في الأزهر في الأستانة أيام الحكم العثماني في بلاد الحجاز، أيضا أعتقد أنهم كان لهم الدور الكبير في رسم صورة عن المجتمع الموريتاني، عن الإنسان الموريتاني في ماضيه. اليوم يطمح الموريتانيون إلى أن يشكلوا نموذجا في الديمقراطية، في الحريات، في الحكامة الرشيدة، في حسن الجوار بمحيطهم، في الإسهام في تأمين بلدهم، والإسهام أيضا في تأمين محيطهم والمنطقة من حولهم. ولتعريفي أكثر، موريتانيا هي بلد شاسع بمساحة تقدر بمليون واثنين وثلاثين ألف كيلومتر مربع، تملك تملك شواطئ بطول حوالي 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، من أغنى مناطق العالم بالثروة السمكية، أيضا لها مقدرات معدنية هائلة جدا. والصورة النمطية عن موريتانيا أنها بلد صحراوي في وقت لا يدرك الكثيرون أن موريتانيا تملك أيضا شواطئ بطول 750 كيلومتر على ثاني نهر في إفريقيا بعد النيل، الذي هو نهر السنغال أو نهر صنهاجة كما يسميه الموريتانيون قديما. هذا البلد الغني بثرواته، والتي بدأت تعرف طريقها إلى الاستخراج كالحديد في الشمال، مناجم الذهب في الشمال الغربي، أخيرا اكتشافات الغاز، حقول الغاز في المناطق الجنوبية الغربية. لكن أهم ما يميز هذا البلد ليس ثروته فقط أو ما يملكه من مقدرات اقتصادية وطبيعية، بقدر اعتزازه بتاريخه، والذي يرتكز من ضمن ما يرتكز على ما بذله المرابطون الذين أسهموا إسهاما كبيرا في نشر الثقافة الإسلامية في غرب إفريقيا، وأسلمت على أيديهم مملكة غانا الوثنية، وانتقلوا شمالا في طريقهم فأسسوا مراكش بالمغرب الشقيق، وأخروا بدخولهم في الزلاقة سقوط الأندلس 4 قرون.
هذا ما يحكيه المؤرخون، أنه بفضل المرابطين الذين جاءوا من هذه الصحراء من هذه المنطقة استطاعوا أن يؤجلوا سقوط الأندلس لأربعة قرون، وبالتالي فإسهامهم تاريخيا هو إسهام كبير في الحضارات العربية في الحضارات الإسلامية. اليوم الحكومة الموريتانية في العشرية الأخيرة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز، كانت هناك رؤية واضحة تقوم أولا على تأمين البلد بالكامل وعلى تعزيز الحرية الديمقراطية، نشر الحريات، حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية التنظيم، الانتظام. لأول مرة خلال 10 سنوات لم تصادر جريدة واحدة، ولا يوجد هناك سجين رأي في هذا البلد، ولأول مرة لم يحل خلال 10 سنوات حزب سياسي واحد، ولأول مرة حين أراد بعض قوى المعارضة أن تستورد ما سمي بالربيع العربي إلى هذه البلاد فتحت أبواب الحريات على مصراعيها، وكنا واثقين أن ما دار في الكثير من البلدان العربية لا يمكن أن يجد له صدى هنا، لأننا لا يمكن أن نقوم بثورة في بلد لا يوجد فيه سجن سياسي، لا يمكن أن نقوم بثورة في بلد الحريات الإعلامية في مفتوحة على مصراعيها، لا يمكن أن لتقوم الثورة لا بد من تفاعل وضغط، هذا ما يقوله خبراء الثورات ولست أحدهم نهائيا، لكن الضغط هو الذي يولد الانفجار، وبالتالي فانعدام هذا الضغط في ساحتنا هو ما جنب هذا البلد مآسي الثورات والثورات المضادة، وبالتالي فنحن فخورون بأننا استطعنا بفضل السياسة الأمنية والمقاربة الأمنية التي اعتمدتها الحكومة خلال هذه الفترة الماضية أن نجنب البلد ويلات وحروب أدت إلى نصف بلدان كثيرة وزعزعة أمنها واستقرارها، وبالتالي نعتقد أن لدينا الكثير مما نقدمه. مرة أخرى قبل أن ننهي هذه المقدمة أرحب بكم أيضا وأتمنى أن نراكم معنا دائما، وأن تدركوا أنه بقدر ما يوجد هناك تقصير من طرف الموريتانيين في تقديم أنفسهم إلى إخوانهم العرب، هو تقصير قائم منذ فترة طويلة، إلا أن هناك أيضا تقصيرا عربيا في نقل الصورة كما هي إلى عالمنا العربي وإلى إخواننا في المشرق خصوصا. نتمنى أنه في عصر الاتصال والتواصل أن تتقلص المسافة وأن نتعرف أكثر على ما يجري في مشرقنا العربي، وأن يتعرف إخواننا في المشرق على ما يدور في منطقة هي لهم ولهم بالكامل، وأسهمت إسهاما كبيرا في تعزيز وجودهم، وأسهمت في نشر ثقافتهم ونشر لغتهم ونشر عاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي الذي جاء بالجمل من قلب الجزيرة العربية إلى هذه المنطقة وحافظ على عادات البدو وحافظ على حضارتهم وعلى قيمهم أيضا أعتقد أنه جدير بأن يدرك يتعرف على خلفيته التاريخية، ومن حقه على إخوته أيضا أن يتعرفوا على ما لديه. شاكرا لكم حسن إصغائكم، السلام عليكم والنقاش مفتوح. معالي الوزير، مثل ما ذكرت نحن سعداء باللي شفنا اليوم، لكن أسألك مثلا وأنتم الحين على مرحلة جديدة إن شاء الله، شو ملامح المرحلة الجديدة وشو التحديات اللي تواجهها هذا البلد الشقيق، وشو أوجه التعاون بين جمهورية موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة؟ شكرا لك. ملامح المرحلة القادمة هو أننا مقبلون على انتخابات رئاسية ستكون في منتصف السنة تقريبا، وبعد انتهاء المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية
والتي قاد خلالها مسيرة التنمية في هذا البلد، مسيرة الديمقراطية ومسيرة، ولعل الكثير من الإخوة لا يدركون أنه حين نتحدث فقط عن الجانب الأمني أنه بال2008 تقريبا كانت الاشتباكات مع الإرهابيين هنا في قريبة من هذه المنطقة داخل العاصمة، وأن اليوم موريتانيا لم تعد تلك الدولة التي تهتم بأمنها فقط، بل صارت الدولة التي تساهم في تأمين البلدان من حولها. وبالتالي هذا التحول الكبير والمقاربة الأمنية التي اعتمدها فخامة الرئيس بتأهيل الجيش الموريتاني بتدريبه بزيادة جاهزيته بتزويده بالأسلحة والمعدات أدى إلى أن يتمكن من تغطية العجز الذي كان حاصلا في المجال الأمني. والمقاربة الأمنية اليوم الموريتانية تحدث عنها الكثيرون، خاصة أنها اعتمدت على جانبين، جانب الحوار مع المغرر بهم، مع الذين وجدوا أنفسهم مضللين، وأعتقد أنه من خلال هذا الحوار تمكن ما يناهز أكثر من 30 عنصر من العناصر كانت بالسجن من التوبة والعودة والاندماج في المجتمع، وهو رقم قياسي جدا بالمقارنة مع ما كان. أيضا في المجال الدبلوماسي كان البلد يعاني من عزلة دبلوماسية بحكم سوء العلاقات مع دول الجوار. اليوم نحن نتمتع بعلاقات جيدة مع كل دول المنطقة. أيضا الاستقرار السياسي الذي أدى إلى أن اليوم نتجه باتجاه انتخابات رئاسية، سيغيب عنها شخص الرئيس لكن سيكون نظامه حاضرا، سيكون مشروعه الوطني بقيادات جديدة حاضرا، وبالتأكيد سيكسب المعركة الانتخابية بحول الله وبشكل ديمقراطي وشفاف، لأننا نملك أفضل ترسانة انتخابية تقريبا في المنطقة عموما، حيث أننا من ضمن البلدان القليلة في العالم التي رفعت فيها الدولة يدها عن العملية الانتخابية. لم تعد الدولة تنظم، لم تعد الانتخابات في بلادنا تنظم من طرف وزارة الداخلية. كل الانتخابات اليوم في بلادنا تنظم من طرف لجنة مستقلة للانتخابات يتم تشكيلها بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة، وأحيانا تكون الأغلبية موقعها غير مريح، لكن مع ذلك الترسانة القانونية هي التي تشكل الضمان الأكبر لشفافية الانتخابات. أيضا وجود مؤسسة للمعارضة أعطى انطباعا كبيرا أن المعارضة في النهاية في أي نظام ديمقراطي ليست جريمة، وبالتالي فمن حق المعارضة أن تعمل، أن تراقب، وبتمويل حكومي. واليوم هناك مؤسسة المعارضة الموجودة في الترتيب الرابع والخامس من حيث سلم البروتوكولي للدولة، وهي تشتغل بميزانية ممولة من ميزانية الدولة. هذا الوضع الديمقراطي المريح هو الذي حصن البلد اليوم، ونحن نتجه إلى الانتخابات واثقون من الانتصار، ليس لأننا نحكم، ليس لأننا الأقوى، لا، بل لأننا فقط قدمنا خدمات أكثر، خدمنا المواطن أكثر، حائزين على ثقة المواطن بشكل أكبر. ولا توجد اليوم سلطة يمكن أن تؤثر على الناخب وتحول أصواته باتجاهات أخرى، ولذلك فخامة رئيس الجمهورية دائما يؤكد أن الذي يريد أن يستمر في السلطة عليه أن يخدم الناس، وأن لا عاصمة أبدا يعصم إلا بخدمة الناس. وبالتالي فضمان أن يظل الشعب إلى جانبك بأصواته بدعمه بقوته يقتضي منك أن تقدم خدمات. حجم الإنجازات الموجودة اليوم بالبلد لم تتحقق في أي مجال من المجالات، قد يطول الحديث عنه، لم تتحقق، ما تحقق خلال العشرية الأخيرة لم يتحقق خلال 50 سنة التي قبلها. وبالتالي فقد أنجز الكثير، حرب على الفساد في المجال البنية التحتية، في مجال التعليم، في مجال الصحة، كافة المجالات.
وبالتالي فأعتقد أن البلد يسير بخطوات واثقة. صحيح لديه تحديات كبيرة، تحديات تنمية، تحديات تخلف، تحديات الفقر، لكن أغلب هذه التحديات هي تحديات موروثة، وكحكومة عملنا ما لدينا من أجل التخفيف من حدتها، من حلها والتخفيف من حدتها، وما زال طريق طويل. ومع ذلك بفضل الإرادة السياسية لهذا النظام لفخامة الرئيس، وبفضل الدفع القوي، متأكدون أننا سنكسب معركتنا كما كسبناها في المجال الديمقراطي، في المجال الأمني، في المجالات، سنكسب أيضا رهان التنمية بحول الله. عن العلاقات مع دولة الإمارات، هي علاقات جدا جيدة، وهي علاقات تاريخية بالمناسبة منذ تأسيس الدولتين ومنذ استقلال الدولتين. وأعتقد أن زيارة الشيخ زايد الله يرحمه لموريتانيا هنا كانت من أكثر الزيارات تأثير، لأنه بناء علاقات تعود إلى 1970-71 تقريبا استقلال الإمارات، تم نسج علاقة قوية تتعزز مع الوقت وفي كافة المجالات، وبالتالي فهي علاقة نحن نعتز بها ونعتبر الإخوة في الإمارات أشقاء، نتقاسم معهم الكثير من العلاقات التاريخية، العادات، التقاليد. وأعتقد أن البداوة هي أكثر عامل مشترك ما بيننا. قيم البداوة والاعتزاز بقيم الصحراء والبداوة، أن في النهاية بدو هو أكثر ما يربطنا، وهو والاعتزاز بهذه البداوة، لأن هناك البدو الذين يحاولون أن ينسلخون من تاريخهم من ماضيهم، ومع ذلك نحن نعتبر أن البداوة هي منظومة قيمية بالدرجة الأولى، هي منظومة لها قيم، لها مثل، لها نبيلة، وبالتالي نعتز بها ونحافظ عليها. سؤال السيد الوزير هو أن موريتانيا لا شك أنها قطب للتنمية وقطب لوجهة نظر الاقتصاد في دول المغرب العربي. إلى أي حد أو كيف تنظر موريتانيا إلى آفاق تطوير التبادل الاقتصادي بين الدول المجاورة باستغلال الممكن؟ أعرف أن هناك عوائق مختلفة الجوانب في البنيات، عوائق سياسية إلى آخره، لكن كيف تنظر موريتانيا إلى استثمار آفاق يعني ما هو متوفر لتطوير تبادل اقتصادي يعود على الدول المجاورة وعلى موريتانيا بالنفع أو بما نسميه اليوم بالسياسة نافع أو رابح؟ أكبر ضمان لإقامة استقرار في منطقة المغرب العربي، توفير الأمن والسلم في منطقة المغرب العربي، اللي هو ربط المصالح الاقتصادية البينية بين هذه الدول، إقامة شبكة العلاقات الاقتصادية، شبكة العلاقات المدنية بين هذه الدول بغض النظر عن المواقف السياسية المتحولة. وبالتالي فنحن ندرك أن التبادل التجاري والتبادلات الاقتصادية ليست في المستوى المطلوب، وليست في مستوى ما نطمح إليه، لكن مع ذلك هناك مستوى من التبادل يطمئن على أنه خاصة في الفترة الأخيرة، وانعقاد المنتدى الاقتصادي لدول المغرب العربي بموريتانيا هو خير دليل على ذلك. يؤطر ذلك أيضا كون موريتانيا تقف على الحياد فيما يتعلق بالكثير من أزمات المنطقة، وأهمها مشكلة الصحراء. بالتالي فوجود موريتانيا على الحياد يجعل منها أرضية محايدة لكل النشاطات الاقتصادية، للتلاقي، للربط، ما يمكن ربطه من علاقات بين الإخوة في دول المغرب العربي. صحيح المغرب العربي يعاني من جرحين نازفين كبيرين، ولهما الجرح الليبي، لأنه ما دام لم تحل مشكلة ليبيا سيظل هناك عائق كبير،
ونتمنى أن الإرادة الدولية تتجه باتجاه حل هذا المشكل. المشكل الثاني هو مشكل الصحراء، ملف الصحراء الموجود أمام الأمم المتحدة والذي ننتظر فيه، نتمنى ونحن مدركين أن لدينا أمل كبير خاصة بعد المفاوضات الأخيرة في جنيف نقطع أشواطا في حل هذا المشكل، ونحن ندفع باتجاه الحل كما عبرنا دائما أننا جزء من الحل في هذا المشكل، ولسنا جزءا، لسنا طرفا في المشكل، نحن جزء من الحل. ونتمنى أن تزول هذه العوائق في أقرب وقت، إلا أن الناظر إلى اقتصاديات هذه البلدان يدرك أن التكامل بينها هو شيء حتمي وضروري. الجزائر فيها الغاز وفيها النفط، الفوسفات بالمغرب مقدرات زراعية كبيرة، بموريتانيا الحديد والذهب والغاز، بتونس هناك مقدرات سياحية أيضا كبيرة وزراعية، بليبيا هناك ثروات نفطية ومعدنية كبيرة. بالتالي دواعي، كل دواعي التكامل موجودة. أيضا هناك مجتمعات شابة، لأنه أغلب دول المغرب العربي ليس فقط موريتانيا كما أشرتم، هي كل دول المغرب العربي تقريبا تملك طاقات شابة كبيرة ومجتمعات شابة، بحيث أن أغلب سكانها 60% 70% من السكان تحت 30، وهذا مؤشر جدا إيجابي من ناحية ديمغرافية. أيضا تكامل ما بينها، فيه بلدان قطعت أشواط كبيرة في مجال الخبرة، في مجالات التنمية. تونس مثلا لديها مستوى تعليمي كبير جدا، لديها مستوى الأمية تكاد تكون منعدمة في تونس بفضل النظام التعليمي، بفضل معناته أنه فيه تجارب مهمة في كل دولة من دول المغرب العربي بالإمكان أن تقدمها لتستفيد منها باقي الدول. وبالتالي أيضا تأثير كل دولة في محيطها، وهذا شيء مهم، القوى الناعمة، ما نسميه القوى الناعمة، لليبيا تأثيرها الكبير في محيطها بالسودان بمصر بتشاد بالنيجر، للجزائر أيضا تأثيرها القوي بالنيجر بمالي بكل محيطها، لتونس تأثيرها في منطقة جنوب المتوسط كله، مالطا إيطاليا، للمغرب تأثيره في منطقة الكناريا ومنطقة البوران، وهذا علاقات مع إسبانيا مع البرتغال، مع لموريتانيا تأثيرها في محيطها في الساحل في غرب إفريقيا. أنا أنه دول المغرب العربي لديها مقدرات هائلة، لكن أعتقد المشكل السياسي ما زال هو العائق الأهم، وتوافر الإرادة السياسية لدى هذه الدول شيء مهم لتجاوز، مع أهمية أنه يلزم أن نتقدم في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، بإقامة شبكة علاقات تحصي الإرادة السياسية. سأنتقل واستثمر وجودكم وزير للثقافة بسؤالي حول خطتكم المستقبلية لموضوع الثقافة في موريتانيا، ولا سيما أنه الموضوع الثقافي بالتأكيد سينسحب إيجابا على كل المستويات الأخرى، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العلمي. شكرا جزيلا. بالتأكيد موضوع الثقافة هو موضوع يورق كل الدول العربية تقريبا، الدول العربية، ونحن أيضا بالنظر إلى أن الثقافة تشكل عنصرا أساسيا تاريخيا، ولدينا فيها تحديات تاريخية أيضا بحكم أننا نقع في منطقة تشكل منطقة ثراء ثقافي. موريتانيا بتنوع ثقافاتها، موريتانيا ننظر إليها ليست بلدا وحيدة ثقافة، صحيح ثقافة طاغية هي الثقافة العربية، الثقافة الإسلامية التي هي الثقافة الجامعة لكل مكونات المجتمع، لأن هناك أيضا ثقافات مهمة جدا وغنية جدا نفخر بها، تشكل بالنسبة لنا ثراء كبيرا، مثل الثقافات الإفريقية، مثل الثقافات الناطقة بالسونيكية بالفولارية اللي هي لغة الفلان الأورفية، هذه مجموعات موريتانية عريقة في
في تواجدها في هذا البلد قديمة تشكل رافدا كبيرا من روافد الثقافة الموريتانية، ظلت عبر القرون تنصهر كلها في الثقافة الإسلامية وتلاقحت مع الثقافة العربية لدرجة التداخل والتقاطع في مراحل تاريخية وفي مفاهيم ثقافية كبيرة. وبالتالي فالثقافة الموريتانية سر قوتها بالدرجة الأولى في هذا التنوع، في هذا الانصهار في كل أبعاد الثقافة، في الفن، في الشعر، في الموسيقى، في كل أبعاد الثقافة تجد أن هذا التنوع هو ما يميز الموريتانيين عن الكثير من البلدان المحيطة بهم والتي أحيانا تفتقد هذا التنوع. تقديم الموريتانيين ضمن محيطهم الطبيعي وبما حولهم من ثقافات إفريقية، ثقافات أمازيغية في شمال إفريقيا، ثقافات انصهرت كلها عبر التاريخ في الثقافة العربية الإسلامية، أعتقد أنه شيء مهم ويشكل إسهام جديد، لأنه ما نأخذه على الإخوة في المشرق أنهم أيضا يملكون هذا التنوع لكنهم لا يستثمرونه. من شعوب المشرق العربي، العراق مثلا، بهذا التداخل بين الثقافة العربية والثقافة الكردية، بين ما يشكله من إرث تاريخي كبير وديانات ومذاهب، إنه الأفضل أن نستثمر هذا، أن يكون هذا مصدر قوة بالنسبة للعراق وليس نقطة ضعف. ما نراه في المشرق العربي ككل أن هذا التنوع بدلا أن يكون مصدر قوة أصبح مصدر ضعف. ما نحاول أن نفلت منه، ما نحاول أن نتجنبه هنا، وندرك أن الثقافات تتلاقح ولا تصطدم. نظرية الصدام حضارات أعتقد أنها كثيرا سقطت، لكن تلاقح الثقافات، تلاقي الثقافات هو شيء ليس بدعا، ليس إبداعا منا في الحقيقة، هو شيء كان قائما. المطلوب منا أن نحافظ عليه، أن نستثمره بالاتجاه الصحيح، خاصة أننا نملك اليوم من وسائل استثمار هذا التنوع، من وسائل التي توفر تدفق كبير في المعلومة، من وسائل التواصل ما يجعلنا قادرين على أن نتواصل أكثر ونمكن هذه الثقافات من التلاقي أكثر. بالتالي هم وزارة الثقافة في موريتانيا أيضا هي أن تقدم الثقافة الموريتانية بما تملكه من وسائل ضئيلة جدا، أن تقدم هذه الثقافة الموريتانية في تنوعها، في أبعادها العربية، في أبعادها الإفريقية، في بعدها الإسلامي، كشيء متميز، كشيء مختلف، وليكون له التأثير أو ليترك بصمته على محيطه العربي بالدرجة الأولى ومحيطه الإفريقي. وبالتالي فأعتقد أن وزارة الثقافة في سياساتها، كل قطاعات العمل الحكومي عرفت عثرات كبيرة ولديها تحديات كبيرة، إلا أن صياغة العقل الموريتاني بها وإدخال مفاهيم قبول الآخر وإدراك أن التنوع هو غنى وليس ضعف، أعتقد من هنا نبدأ، من هنا نبدأ في إدراك أن الآخر ضروري لنا وأن التنوع ضروري لنا وأنه آن لنا أن نقلع عن النظرة الأحادية للأشياء وللثقافة خاصة. أول حقيقة استفساراتي، ماذا يمكن أن تضيف العلاقات بين عمان وبين موريتانيا خاصة بعد افتتاح السفارة العمانية في العاصمة نواكشوط؟ هذا أول الأسئلة. السؤال التالي،
الحقيقة الوضع في الاتحاد المغاربي ظل معطلا لفترة طويلة جدا بسبب الصحراء المغربية. وبقرب هذه الدول هناك أوروبا التي يمكن أن تستفيد منها هذه الدول خلال الفترة المقبلة إذا ما كان لهذا الاتحاد التكامل السياسي والاقتصادي، وإذا ما أضيفت أيضا كل من تشاد ومالي والنيجر إلى الدول الخمس لتصبح مثلا 8 دول، ستشكل كتلة كبيرة في هذه المنطقة وهي كلها بحاجة. إلى أي مدى سيبقى هذا الملف معطلا في الشمال الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وما هي في رأيكم الحلول التي يمكن أن تعيد الحيوية إلى هذا الاتحاد؟ السؤال الثالث إذا سمحتوا لي إن شاء الله، خلال 10 سنوات الماضية في موريتانيا استقرت الأمور إلى حد كبير وتحولت حقيقة التنمية بشكل ملحوظ وهناك تطور واضح. ألا ترون أن الاستقرار السياسي من الممكن أن يأتي بالكثير من التنمية لهذا البلد، خاصة أن موريتانيا مر بمراحل من تغيير الحكم السريع والانقلابات الكثيرة خلال 50 عاما الماضية؟ وشكرا. فعلا كما ذكرتم موريتانيا لديها قدرات وهي لا تخفى على أحد، قدرات مقدرات طبيعية ثروات طبيعية كبيرة جدا، لكن منذ استقلال البلد عرف عدة مشاكل أدت إلى التراجع. أولا لنعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال، كل هذه البلدان التي ذكرتها حضرتك هي بلدان كانت مستعمرة مثل موريتانيا من طرف فرنسا، لكن الإدارة الاستعمارية الفرنسية استطاعت أن تقيم بنية تحتية في كل هذه البلدان، تقيم منشآت، تقيم مباني، تقيم حد معين من لكن في هذه المنطقة رحل المستعمرون ولم يتركوا خلفهم أي جدار، لم يتركوا أي طريق معبد ولا كيلومتر واحد معبد، لم يتركوا خلفهم نهائيا أي عمود كهربائي، لم يتركوا خلفهم إطلاقا أي مضخة تضخ مياه. صحراء جرداء بالكامل اتعبتهم بمقاومتها، تعبتهم بمقاومتها السياسية، بمقاومتها الثقافية، بمقاومتها العسكرية حتى، وبالتالي كأنهم رحلوا وهم ينتقمون. ولذلك في كل بلدان الجوار تجد هناك منشآت بنية تحتية تعود لفترة الاستعمار باستثناء موريتانيا. يفخر الموريتانيون بأنهم تم إخضاعهم بالقوة لسلطة الاستعمار، مع ذلك أوقف الفرنسيون سياراتهم على الضفة الشرقية لنهر السنغال واضطروا لركوب الجمال في هذه الصحراء، تخلوا عن ثيابهم الأوروبية ودخلوا إلى هذه المناطق بالدراعة وبالثوب الموريتاني، رحلوا ولم يتركوا خلفهم مسيحيا واحدا، بالعكس تركوا وراءهم فرنسيين يسلمون. هذا أيضا ولد إلى أي مدى كان هناك صراع إرادات ما بين الشعب الموريتاني والمحتل، كان له تأثيره الكثير من الناحية الاقتصادية، أرض تقريبا شبه محروق بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى العسكري، مع أن هناك أيضا بدأ الموريتانيون من تحت الصفر. هذه العاصمة التي تشاهدون اليوم سنة تم وضع حجرها الأساسي سنة 1957، قبل سنة 57 لم يكن هناك أي أثر لأي عمران في هذه المنطقة نهائيا، بدأت سنة 57 تحت الصفر تقريبا، وفي صحراء كانت أقرب نقطة مياه تبعد حوالي 50-55 كيلومتر من هنا،
سحب المياه كان، واليوم نحن نسحب المياه للعاصمة من مسافة 200 كيلومتر تقريبا من نهر السنغال. قبل ذلك كان سحب المياه يأتي من منطقة تبعد 55 كيلومتر شرق العاصمة. الميناء أيضا أن تكون لديك عاصمة تقع على شاطئ المحيط الأطلسي ولا ميناء لها كان تحدي آخر. ميناء تم بناؤه ضمن التعاون الموريتاني الصيني، لم يكن سهلا على الأوروبيين أن يبنوا ميناء للنوابشوط بحكم ما سيتركه من تأثير على ميناء دكار تقريبا. معركة كانت بالنسبة لنا معركة وجود، مع ذلك كانت لدينا إمكانيات مقدرات لو أحسن استغلالها لربما كان الوضع أحسن. دخلنا في حرب الصحراء أيضا، لست هنا بصدد تقييم القرار هل هو خطأ أم صواب لأنه صار في حيز الحيز التاريخي، صار من التاريخ، لكن أنهك البلد. ولذلك سنة 78 كان كل شيء انهار. أيضا عرف البلد فترات انقلابات عسكرية أدت إلى تراجع وتيرة الاقتصاد الوطني، إلى أن وصلنا إلى الفترة الحالية حيث كانت هناك إرادة قوية. أعطيك مثال واحد، ميدان الطرق، أنه من 1960 إلى 2008 تم تشييد أكثر حوالي 2300 مع تحفظي على دقة الرقم لكنه يزيد قليلا عن 2300 كيلومتر من الاستقلال حتى 2008. من 2008 وحتى اليوم الرقم تجاوز هذا كثير، تقريبا تجاوز الكثير من مشاكل وتحديات التنمية. صحيح ما زالت لدينا مشاكل كثيرة في مجتمع بدوي، في مجتمع لم يكن يعرف للحضارة سبيلا، بدأ ينهض. لن ألوم المستثمرين العرب إطلاقا رغم أن لهم تقصيرهم هو شيء ملحوظ، يلاحظه كل خاصة في فترة الطفرة النفطية، أنه كان بالإمكان أن نستفيد من مقدرات هذا البلد، خاصة أنه يتمتع بموقع استراتيجي جدا مهم على بعد ساعة من أوروبا تقريبا بالطيران، مفتوح على كل الأسواق في غرب إفريقيا، مفتوح على أسواق شمال إفريقيا. ولذلك دائما حين يحدثون عن السوق الموريتاني ليس سوقا جاذبا، لأنه 3 ملايين 4 ملايين هذه لا تهم عادة كل مستثمر، لأنهم لا يدركون أن هذا السوق هو في النهاية مفتوح على كل أسواق غرب إفريقيا ومربوط معها بشبكة الطرق، مفتوح على كل أسواق شمال إفريقيا، ومفتوح على فضاء دول الساحل، وبالتالي فأي صناعة تقام في هذه المنطقة لها أسواقها اللي ممكن. الصينيون يدركون ذلك، بعض الأوروبيين يدركون ذلك، لكن للأسف الإخوة العرب ما زال، أعتقد المستثمر العربي أيضا ما زال يعوزه بعض الشجاعة في أن يخوض مغامرات استثمارية تقريبا بالإمكان أن لو نوفر لها المناخ الملائم لإنجاحها، خاصة أيضا بعد إنشاء المنطقة الحرة بن واديبو التي من الممكن وينظر إليها الصينيون والأوروبيون أن بإمكانها أن تشكل، أو على الأقل الصينيين ينظرون إليها أنها يمكن أن تشكل منصة متقدمة للصناعات الصينية، بدل ما تصنع المادة أو المنتوج بالصين وتحمله إلى 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 أوروبا والأسواق الأمريكية وأسواق غرب إفريقيا، بإمكانك إقامة هذه الصناعات بالمنطقة الحرة دون ضرائب وبامتيازات كبيرة جدا ضريبية واستثمارية وتسهيلات إدارية كبيرة، وتسوق هذا المنتوج بغرب إفريقيا دون أن تتكلف حتى نقل تكلفة النقل. بالتالي مع أن الدول العربية وليس المستثمر العربي، الدول العربية بعض الصناديق المملوكة للدول أسهمت إسهاما كبيرا في النهضة في هذا البلد، خاصة مجال البنية التحتية، في مجال المياه، في مجال الكهرباء والمياه، الصحة، الصناديق العربية أسهمت إسهاما كبيرا، لكن المستثمر العربي الخصوصي ظل بعيدا عن هذا. أعتقد أنه كان بالإمكان أن يجد فرصة كبيرة
مع ذلك نحن لا ننكر أن لدينا مشاكل وأننا في أحيان كثيرة مقصرون، إلا أننا نعتقد أن بالتعاون مع الإخوة العرب بالإمكان أن تجد الرسامي العربية طريقها إلى نواكشوط، خاصة أننا في النهاية لا نستجدي، نحن في النهاية نقدم سوقا مغري بالمعنى الاقتصادي الصرف، وإلا فنحن قادرون على ما يهمنا في النهاية هو أن يجد المستثمر العربي ربحه هنا، أن يكون أن ينظر إلى أن هذا البلد بإمكانه أن يستفيد منه اقتصاديا، وأن هذا البلد يأتي إليه الصينيون يأتي إليه الغربيون ويخرجون بأرباح، وبالتالي ندرك أن التعامل الذي يكسب منه الطرفان بإمكان أن يجد في المستثمر العربي ما يشكل أرضية صالحة له. نتمنى أن ينظر العرب ليس إلى موريتانيا فقط بل إلى كل البلدان العربية، ليس مستساغا أن يشترون السمك الموريتاني من الصين أو من كوريا أو من اليابان، ليس مستساغا أن يشترون الحديد الموريتاني من معامل الصلب الصين، بإمكانهم إقامة أيضا موريتانيا لديها مقدرات زراعية هائلة بالإمكان الاستثمار فيها، خاصة بالنسبة للبلدان التي تعاني شح في المياه. مع ذلك لا نلوم أحدا، نحن ندرك أننا يقع علينا العبء الكبير في عدم التعريف بما نملك، عدم التعريف بمقدراتنا، لكن أيضا من حقنا كما قلت في بداية هذا اللقاء أن الإخوة العرب أيضا يدركون أن لديهم رحما هنا وأن لديهم مصالح أيضا. بالتأكيد أي إنتاج سيكون له تأثير، رغم أننا ندرك أن الصناعات القائمة على هذه المواد مثل الطاقة والنفط، الاقتصادات القائمة على هذه المواد المعرضة للنضوب هي اقتصادات واهية، بالتالي فنفضل بناء اقتصاد موريتانيا على أساس الثروة السمكية والزراعة، مع وإن كان بالتأكيد استخراج الغاز سيكون له تأثيره الكبير. أيضا من نقاط الضعف التي لم أشر إليها تراجع المواد الأولية لأسعار الحديد، وهو صادرات موريتانيا في مجال الحديد تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فانهيار أسعار الحديد خلال السنوات الماضية كان له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني، رغم أننا نفخر بأنه رغم هذا الانهيار الواسع إلا أن شركة سنيما التي هي عمود الاقتصاد الوطني ظلت واقفة، ظلت تقاوم أصعب المراحل، لم تسرح عاملا واحدا، وبدأت مع ارتفاع نسبي في السعر بدأت تسترجع طاقتها، وأعتقد أنها بإمكانها مع نهاية هذه السنة أن تكون قد تغلبت على كل الخسائر التي تعرضت لها وأن تبدأ من جديد، آملين أن يكون الارتفاع طفيف الملاحظ في مجال أسعار المواد الأولية والحديد خاصة أن يساعد في تجاوز أزمة السنين. شكرا على حسن الضيافة والأشقاء في موريتانيا. أيمن عبد المجيد رئيس تحرير روزا اليوسف الإلكترونية بوابة روزا اليوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين. في عيد الاستقلال 58 تحدث الرئيس ولد عبد العزيز عن نجاح الدولة الموريتانية في مواجهة المتاجرين بالدين، والمنطقة العربية عانت في السنوات الأخيرة ويلات المتاجرة بالدين مع تنامي موجات التطرف ولا زالت. ما هي الإجراءات المتخذة الآن للقضاء على الفكر
المتطرف أو المتاجرة بالدين إذا جاز التعبير في موريتانيا، وهي الدولة التي تتبنى دولة دينية يعني الإسلام الوسطي؟ أعتقد أن هناك قراءتان أو عدة قراءات لهذا الدين، وأعتقد أن القراءة التي تقوم على التطرف، تقوم على العنف، هي قراءة أثبتت فشلها وخاصة في منطقة المشرق العربي. حاول البعض إما تصديرها إلى بلدنا، حاول البعض تصديرها إلى بلدنا، وحاول البعض هنا استيرادها من بلدانها. والاستيراد أي منتوج أيا كان يجب أن تبحث عن سمعة هذا المنتوج في بلد المصدر، تعرف ما قيمة هذا المنتوج في بلد المصدر وإلى أي مدى هو يؤثر سلبا وإيجابا قبل أن تستورده. الموريتانيون قديما ومنذ قرون أدركوا أن الإسلام هو رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة تسامح، وأن غاية الأديان كلها والإسلام تحديدا هو إصلاح أمور الناس. بالتالي فأي دين لا يقوم، كل الأديان كما قلت هذا هو مقصدها، وبالتالي في أي قراءة لهذا الدين لا توفر الأمن، لا توفر الاستقرار، لا توفر السلام، لا توفر التنمية، يجب أن تدرك أن هناك خلل ما في هذه القراءة. لأننا ندرك أن هذا الإسلام جاء وغايته تنمية المجتمعات، استقرار المجتمعات، نشر ثقافة السلام. حين ترى أن هناك إسلاما ينشر ثقافة الحرب، ينشر ثقافة العنف، ينشر ثقافة الدمار، فمعناه ببساطة أن هذا الإسلام، أن هذه النسخة وهذه القراءة غير صحيحة، وأن التطبيقات غير صحيحة، وأن هناك خلل ما، لأنه يستحيل أن يثمر الإسلام الذي هو تنزيل من عند الله لغاية إصلاح أمر الناس أن يثمر حروبا ويثمر دمارا. وبالتالي فأعتقد أن هذه التجربة أو هذه القراءة التي أثمرت حروبا في اليمن، في سوريا، في العراق، في مصر، في ليبيا، في كل هذه البلدان، أثمرت في النهاية حروبا، زعزعة أمن وعدم استقرار، لا تغرينا باستيرادها إطلاقا. هي تجربة لا تغري باستيرادها إطلاقا، بل بالعكس نعتقد أن العالم هو أحوج إلى قراءتنا نحن التي استطعنا أن نحافظ بها على كيان هذا المجتمع عبر التاريخ وعبر القرون، أن نجنبه ويلات الحروب، أن نجنبه ويلات الدمار. وبالتالي فالعالم يحتاج إلى ما نملك نحن من تصور عن هذا الإسلام على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي. حين يأتي البعض ويطالبنا بأن نستنسخ أو يحاول أن يقنعنا بأن علينا أن نستنسخ تجربة أثبتت فشلها في بلد المصدر، في وقت نحن نملك تجربة مضادة أقوى أثبتت نجاحها، فأعتقد أنها مغامرة لا أحد يقبل بها. وبالتالي فأعتقد أن البلدان التي عانت من التطرف من العنف هي بحاجة إلى القراءة الموريتانية لهذا الدين، القراءة التي تدرك أن غاية الدين هي إصلاح أمر الناس، وأن دينا لا يصلح أمر الناس. هناك عدة علامات استفهام عن صحته في الأصل، عن صحة تطبيقه، عن مدى الدقة في التعاطي معه، لأن الدين الذي أنزل من عند الله جاء للإصلاح، لا يمكن أن يكون عامل فساد أو عامل عدم استقرار. الخلل في تطبيق الناس، في قراءة الناس، في فهم الناس لهذا الدين،
وبالتالي فنحن ندرك أن لم نقم بشيء استثنائي بقدر ما قمنا بلفت الانتباه إلى أن الموريتانيين قديما رغم تنوعهم العرقي وتنوعهم الثقافي ورغم عسر الحياة لديهم، مجتمع في الصحراء يتقاتل حتى على المياه، على المراعي، على كل، استطاع بفضل هذا الدين أن يحفظ لحمته، أن يقيم كيانه في أصعب الظروف من خلال فهمه المطلق بأن هذا الدين هو رسالة سلام، رسالة استقرار، رسالة تنمية، رسالة خير للناس كلهم. من خلال هذا الفهم استطعنا أن نحفظ الكيان الموريتاني وأن ننشر هذه الثقافة في المحيط. أين كان الخلل حينما جاءت القراءة الأخرى من خلال السلفية، السلفية الجهادية، من خلال المفاهيم الدخيلة على هذا المجتمع، وبدأ هناك التغير، لأن الجميع سرعان ما أدركوا حتى في مالي حتى في البلدان التي نزف في هذا الجرح، أدركوا أن هذا الفهم للدين دخيل على المنطقة. وأعتقد أن بإمكان كل دول العالم العربي خاصة في المشرق العربي ومصر تحديدا أن تستفيد من هذا الفهم، وهو في النهاية المصريين كانوا قادة هذا الفهم في فترة معينة، كان الأزهر كانوا قادة الإصلاح، كانوا معروف، إلا أن التطورات اللاحقة هي اللي أدخلت أنماطا غريبة من التفكير ولدت هذه الاختلالات. لديه مدلول سياسي محلي، لكن نحن نتحدث عن أننا لسنا مطالبين، هناك ترتيب عبرت عنه، هناك ترتيب أولويات. نحن بإمكاننا أن نسميها أي شارع باسم جمال عبد الناصر آخر، لكن هذا الشارع شهد أحداثا في الفترة الأخيرة وشهد التاريخ. كنا نرى أنه من الأفضل أن نسميه بدل أن يحمل اسم شخص أن يحمل فكرة. وأعتقد أن إطلاق تسمية الوحدة الوطنية عليه كأقدس ما يقدسه الموريتانيون بالنسبة لنا أولى من تسميته باسم شخص آخر، مهما كان احترامنا لهذا الشخص، مهما كانت مكانته، مهما كان هناك ناس أسهموا إسهاما كبيرا في خدمة هذا البلد، في تحريره، مع ذلك لم يتسمى باسم هذا الشارع. كنا نرى أن هذا الشارع لمكانته في العاصمة، لمركزيته فيها، لمكانته التاريخية، من الأولى به أن يعكس فكرة أو رمزية، أن يحمل رمزية موريتانية. بالتالي هذا لا يمنع هناك من تسمية أي شارع آخر باسم جمال عبد الناصر، لكن مهم أن تفهموا أن 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 المدلول السياسي لهذا التحول هو بالدرجة الأولى أن الموريتانيون يريدون أن تعكس عاصمتهم رموزهم ومرجعياتهم أولا، وبعد ذلك أن يجد فيها الإخوة العرب ما يطمحون إلى إيجاده، ومنه اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بعد الاحترام الشديد للمواقف يعني العامة والخاصة من موريتانيا تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا ما حدث عام 2009 بطرد السفير من هذه البلد، بالتأكيد هو محط تثمين كبير لدى الشعب. شهر 3 2009، يعني مع الاحترام حتى لبعض الأنظمة السياسية التي وقعت اتفاقيات سلام نتيجة قربها الحدودي من فلسطين، إلى أنك لن تجد مصري واحد قابل للتطبيع ولن تجد أردني واحد قابل للتطبيع مع هذا الكيان. وهنالك خطر شديد في الحالة الإفريقية، شايفين التوسع والتمدد للحركة الصهيونية متمثلة بحكومة الاحتلال في هذه المنطقة، وهذا كله طبعا أثر سلبي على القضية العامة علينا كوطن عربي، لأن كلنا مدركين إنه الاحتلال جزء، مش كلنا مدركين ما بعرف، ولكن أنا قناعتي أنه الاحتلال الإسرائيلي وجوده في فلسطين فقط كمخلب قط لضرب كل الخيرات العربية ولنهب خيرات الوطن العربي، وهو صاحب أداة وظيفية للإدارة الأمريكية وللغرب في المنطقة العربية لخلق واقع من التجزئة والتفتت والتشظي. بالتالي الحالة الموريتانية
هي حالة رائعة، ليس فقط بمحاولة الاستنهاض الحالية بالواقع المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي على وجود الحديد والمناجم لعشرين سنة في حالة من العمل والإنتاج، لمناجم الذهب المكتشفة، للغاز اللي صار بشكل أكثر من 3% من الناتج القومي، ولكن الأهم من ذلك برأيي هو ما تتحدث عنه الإحصائيات في موريتانيا بأنه هذا المجتمع الفتي الشاب 70% من المجتمع الموريتاني مجتمع شاب. هان الأمل، هان الطموح بخلق حالة من النهضة والاستنهاض في 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 المجتمع الموريتاني اللي أنا كعربي أكيد بحبه وبكون مبسوط جدا إنه يكون في رخاء وفي حالة من الارتقاء لأي مجتمع عربي، لأنه أي وحدة أي قوة لأي جزئية في الحالة العربية بالتأكيد هي قوة إلي أنا كفلسطيني أو كأردني أو كإماراتي أو كمصري أو كعراقي أو كل المسميات الموجودة. حضرتك اليوم، وأنا سعيد يعني كمان بواقع المرأة في موريتانيا، يعني آخر انتخابات كان هنالك حوالي 20% من مقاعد البرلمان هي للنساء، وهذا شيء جميل. إن شاء الله نرجع المرة الجاية بالانتخابات الجاية يكون 30، وتحديدا غالية خاص نص زميلتنا بلجنة الحريات تكون عضو برلمان قادم. فأنا سؤالي لحضرتك بزاوية أخرى، كونك رئيس الحزب الحاكم، الخارطة في الانتخابات البرلمانية كانت تشير ل 89 مقعد للحزب الحاكم، حزب الاتحاد، ومع تحالفه مع الأحزاب الأخرى كان حوالي 2/3. إلى أي حد الهيكلية الداخلية للحزب؟ كلنا بندرك بأنه في هناك لما بيحكم الحزب بصير حالة من الترهل، يتغلغل الفساد، يتغلغل المحسوبية الواسطة. في التجربة الحزبية الداخلية الموريتانية إلى أي حد نجح حزب الاتحاد بالحفاظ على هيكلية وهوية تؤهله لفوز في الانتخابات القادمة، خاصة نحن نتحدث عن نهاية ولاية الرئيس، وبالتالي هنالك رئيس جديد. أبرز ملامح التحديات الداخلية للحزب الحاكم حزب الاتحاد، وإن صلح الحزب الحاكم صلحت البلد، وإن خرب الحزب الحاكم خربت البلد. فإلى أي حد التحديات يعني لديك كرئيس لهذا الحزب، خاصة أنك أمام تغير تاريخي، يعني قد يحدث لأول مرة، لا أحكي لك ليس فقط في موريتانيا، قد يكون في تجارب العالم العربي، أنه رئيس يصل إلى سدة الحكم ويأخذ دورته ويقول لكم سلام عليكم، يعني ما نظر، يعني بجزء أجمل يعني كان عندنا الله يرحمه سوار الذهب، يعني عمل انقلاب لمدة سنة ورتب البلد وقال يا أخوان سلام عليكم. وهي تجربات فريدة للأسف في حالة العالم العربي اليوم بنشوفها في موريتانيا. ولكن مهمة الحزب هان وهيكلية الحزب، هل لديها القدرة على الصمود أمام الحالة العشائرية والكيمياء والمصالح في هذا الجانب؟ شكرا، بارك الله فيكم، وأتقاسم معكم نفس الفكرة حول الراحل عبد الناصر، أنه فعلاً لا أريد أن أترك هذا الموضوع حتى أوضح أنه كنت أتمنى أن أخلع ثوب الرسمية كثيراً لأناقشكم بالتفاصيل. مع ذلك وأكيد أنه شخصية فعلاً عبد الناصر، مكانة عبد الناصر هذه ما يمكن، أقل ما يمكن أن أقول عنها أنها ليست محل إجماع في العالم العربي ولا في مصر. هناك الكثير من يقدسون الرجل، من يعتبرونه رمزا، وده حقهم، لهم كامل الحق في ذلك، نحترم رأيهم، نحترم عواطفهم، نحترم لهم ما يمكنه للرجل وهو في النهاية. لكن هناك أيضا من يرون رأيا آخر، يجب أن نحترم لهؤلاء أيضا رأيهم، الذي قد لا يكون ربما مخطئا في جوانب كثيرة، كما أن الرأي الأول ليس بالضرورة مخطئا، لكن أن نقبل بتعايش الرأيين معا حول، إذا كنا لا يمكن أن نتقبل بتعايش رأيين في شخصية معينة، كيف يمكن أن نفرض التعايش بين؟ كان هذا حين يرى أن له لا مأخذ على فلان سيكون ذلك عامل نشوب حرب مع فلان الذي لا يرى في هذه الرمزية، لا، وأن نسمح للكل بالتعبير عن رأيه بحقه، ولا نفرض رأينا على الآخر، وندرك أن هذا الاختلاف يسعى الجميع حول الموضوع.
مع ذلك وأكيد أن فعلا ولا نريد حتى 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 النبوة حتى مقام النبوة لم يكن محل إجماع. إذا كانوا العرب لم يكونوا مجمعين على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تطلب منهم أن يكونوا مجمعين على شخص زعيم سياسي؟ لا يوجد شخص بالإمكان أن يتحصل على أي إجماع. إذا كان العالم غير مجمع على وجود إله، هناك من يرى بوجود إله يعبده، هناك من يرى أنه لا يوجد إله أصلا. إذن لا نستطيع أن نفرض رأيا في هذا الموضوع. نحن ندرك نسبية الأشياء، ندرك أن الأشياء نسبية، وهذا ما يعطينا فضاء أوسع لبناء علاقاتنا باحترام الآراء كلها. وأنا أعتقد جازما أن الذين يشكل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالنسبة لهم رمزا ليسوا مخطئين، لكن الذين لا يرون ذلك أيضا ليسوا بالضرورة مخطئين، وإن كلا الرأيين له نصيبه من الحق وله نصيبه من الصواب. حول الحزب، حزب الاتحاد من الجمهورية، فعلا حساسية المرحلة. حزب الاتحاد من الجمهورية تأسس بال 2009، أغلب الناس يرى أنه تأسس في داخل السلطة، ونحن نرى أننا أسسنا هذا الحزب ونحن وقتها خارج السلطة كطرف سياسي يفاوض ضمن ما يسمى وقتها باتفاقيات دكار، التي مفاوضات التي أثمرت اتفاق دكار لإعادة الحياة الدستورية الطبيعية إلى البلد. مشاركنا في الانتخابات الرئاسية بال 2009 التي نعتبرها بالإمكان القول عنها أنها أكثر انتخابات شفافية عرفتها موريتانيا، لأنها تمت ضمن أجندة سياسية تتفق عليها كل الأطراف، ولأنها أدارتها حكومة من الطرف الآخر وبإشراف دولي، لأن كل الجامعة العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، منظمة عدم الانحياز، كل هذه الدوائر التي ننتمي إليها كان لها كانت تشكل فريق وتم بالإشراف الكامل على هذه. ونجح الرئيس محمد عبد العزيز في الشوط الأول بنسبة 52%، ضاربا رقما قياسيا في انخفاض نسبة نجاح الرؤساء العرب، عادة معروفة بأنها 99.99%. وأعطينا وقتها درسا أن في النهاية 51% هي في النهاية تعطي نفس النتيجة التي تعطيها 99%. بالإمكان أن يكون هناك رئيس منتخب يمارس كامل الصلاحية هو ناجح بنسبة 51% و 52%. هذا ليس عيبا في شرعيته، وبالعكس هذا يؤكد مصداقية هذه الانتخابات، وفعلا الكل قبيل بنتائج هذه الانتخابات، واستلم الرجل السلطة وبدأ المسار. فعلا إكراهات التأسيس في البداية، وهذا مع ذلك الحزب الانتخابات 2013 تقريبا، منذ 5 سنوات تقريبا أو يزيد قليلا، استطاع أن يتحصل على نسبة أيضا تقترب كثيرا من نفس النسبة التي تحصل عليها مقامة الرئيس في الانتخابات الرئاسية، وهي 51% من الجمعية الوطنية في ظل انتخابات 2013، ونسبة حوالي 60% من المجالس المحلية. لكن المعارضة الخارجة من عملية استيراد الربيع العربي إلى موريتانيا التي كانت تعاني من صدمة عدم تجاوب الشارع معها، في بعض أحزابها قررت مقاطعة الانتخابات، وهناك أحزاب من المعارضة قررت المشاركة. تميزت انتخابات 2018 الأخيرة منذ 4 أشهر تقريبا، وهذا يعطيك صورة عن الانتخابات القادمة، لأننا لم نبتعد كثيرا عن انتخابات 2018. انتخابات 2018 كانت بشهر 9 من 2018، تقدم فيها الحزب بنسبة 89 نائب خلال من أصل 157، واكتسح كل المجالس الجهوية تقريبا، وتحصل على ما يناهز حوالي 70% من المجالس المحلية.
وتحدثنا في نفس الفترة أنه عادة الحكم يضر بأي مشروع، الناس تعاني ملل، الناس تعاني هناك ترهل، هناك هذا المألوف. لكن أن يحقق أي نظام أي حزب سياسي بعد 10 سنوات أن يكون خط البياني في تصاعد، فهذا الجديد في الموضوع، خاصة أننا ندرك والجميع بموريتانيا يدرك أنها شيئين. هذه الانتخابات أولا تمت بمشاركة كل القوى السياسية بدون استثناء، خلاف الانتخابات 2013 التي شاركت فيها بعض القوى السياسية وغاب عنها البعض الآخر. ثانيا أن هذه الانتخابات تم تنظيمها بلجنة مستقلة في أغلبها من عناصر المعارضة، والجميع أمامكم صحافة الموريتانية بإمكانهم حديث في الموضوع بكل حرية، يقودها أحد مؤسسي منتدى المعارضة. وكما حدث بال 2009 أيضا كانت إدارة الانتخابات تقريبا بيد المعارضة، سواء على مستوى الحكومة لأن وقتها باتفاقية الدكار تقاسمنا معهم الحكومة بالنصف، وأخذوا كل المناصب الوزارية، كل الوزارات التي لها علاقة بالمناصب الانتخابية أخذتها المعارضة، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، وزارة كل الوزارات اللي يمكن أن يكون لها أي تأثير كانت تدار من طرف قوى المعارضة. ومع ذلك نجح الرئيس بنسبة 52% في الشوط الأول، ولذلك انقطعت كل حجة لدى أي طرف معارض، لأنه إذا كان هناك تزوير أنتم من قام بهذا التزوير، لأنه أنتم من أدار العملية الانتخابية. أيضا على مستوى اللجنة المستقلة الانتخابات بال 2009 كانت المعارضة تملك 2/3 زائد رئيس اللجنة، وكنا نملك 1/3 ونائب الرئيس، وأجازت اللجنة المستقلة الانتخابات هذه النتائج. اليوم الموريتانيون جميعا مجمعون على أن هذه الطعون التي تقدمت بها أطراف المعارضة، كانت هناك طعون من طرف الحزب الحاكم ضد نتائج بعض المناطق، كانت هناك طعون من طرف المعارضة، وقليلة جدا الطعون التي تقدمت بها عناصر المعارضة. ولذلك كان الحديث عن غياب الشفافية في هذه الانتخابات إلى حد ما مبتذل، أن تتحدث عن عدم شفافية الانتخابات في حين لا تقدم طعنا أمام الجهات القضائية المختصة، فحديثك في النهاية غير مسموع. وبالتالي موجودون الآن بالبرلمان يمارسون، قد قبلوا بشكل علني وبشكل واضح بنتائج الانتخابات، مدركين أن غيابهم، أن أخطاء راكموها أثرت على الناخب الموريتاني. واليوم لا يمكن، لا نحن ولا غيرنا يمكن أن يؤثر على إرادة الناخب الموريتاني، بالعكس ما حصدناه في هذه الانتخابات هو نتاج عمل استمر 10 سنوات، هذا نتاج هذا المجهود التنموي الذي رأيتموه والذي تلاحظونه، نتاج هذا المجهود في المجال الأمني، هذا المجهود في المجال الدبلوماسي. نهاية الشعب الموريتاني قيم هذا الموضوع وأعطى أصواته الحزب الاتحاد النجم الجمهوري لأحزاب الأغلبية الداعمة. بهذا الرصيد انتخابات لم يمضي عليها أكثر من 4 أشهر نتقدم إلى الانتخابات الرئاسية. المؤشر الأكبر هو نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي دارت في سبتمبر، إنه هذه النتائج التي أعطانا الناخب الموريتاني من الصعب أن يستعيدها في 6 أشهر انتخابات رئاسية. الناخب الموريتاني يريد مجهود تنموي، يريد أمن، يريد استقرار، يريد استمرارية، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن الديماغوجية، بعيدا عن الشعاراتية الفارغة التي لا تجد لها رصيدها في أرض الواقع. في الطرف الآخر كل الموجودين هناك كانوا جزء من حكومات ماضية، كان بإمكانها أن تقدم ولم تقدم، كان بإمكانها أن تعمل ولم تعمل. وبالتالي فنحن اليوم لا نملك أي سلطة، صحيح نحن حزب حاكم، لكن لا يوجد ما يمنع أي شخص أو أي موريتاني من الاحتجاج على هذه الحكومة، من الاعتراض عليها، من الثورة عليها، من التصويت ضدها حتى.
وأمامكم الصحافة الموريتانية بالكامل وفيها كل ألوان الطيف، يدرك الجميع أن مصداقية الانتخابات هي رأس مال حقيقي في هذا البلد، وبالتالي في الخطوة الأولى لإقامة عمل ديمقراطي أن يكون للانتخابات مصداقيتها، أن يقبل الجميع بالنتائج، أن يدرك الجميع أننا سنتنافس سنتصارع، لكن في النهاية أن يكون لنتيجة صناديق الاقتراع أن يكون لها قدسيتها، أن تكون لها مصداقيتها، وهذا لن يكون إلا باعتماد أعلى معايير الشفافية الموجودة في الانتخابات. وأعتقد أننا اليوم ندعي أننا نملك ترسانة قانونية قوية، أننا نملك منظومة انتخابية قوية قادرة على تحصين صناديق الاقتراع من التلاعب ومن التزوير، وهذا هو المكسب الأكبر الذي نتقدم به للناخب الموريتاني. لجنة الحريات تقدم الدرع لرئيس الجمهورية اليوم، لكن أجندة الرئيس ما سمحت ورئيس اللجنة مغادر، لذلك سيسلمه لمعالي الوزير، سلموا درع الحرية اللي مقدم لرئيس الجمهورية، سيسلمه رئيس لجنة الحريات لسعادة الوزير. من أجل أن يتواصل النشاط بهذه الوتيرة تحتاج مدينة بحجم الواكشوط إلى 120 ميجاوات من الكهرباء، ولضمان ذلك توجد هذه المنشأة العملاقة شمال المدينة. إنها المحطة المركزية الكهربائية المزدوجة للواكشوط الشمالية. بطاقة تصل إلى 180 ميجاوات، يمكن لهذه المحطة بمولداتها 12 توفير أكثر من حاجة المدينة القصوى من الطاقة الكهربائية، وباحتياط 60 ميجاوات للحالات الطارئة. صيانة وتشغيل منشأة بهذا الحجم مجرد مثال على التكلفة الباهظة لعملية إنتاج الطاقة، وهي عملية يعول فيها على الشركة الموريتانية للكهرباء، الموفر الوحيد والحصري لخدمة الكهرباء. الشركة بدورها تعول على استرجاع التكاليف الباهظة للإنتاج من خلال عائدات بيع الخدمة وبسعر معقول. من هنا تصبح مكافحة التحايل والتهرب من تسديد فواتير الكهرباء مسألة بقاء بالنسبة للشركة. في التحقيق التالي سنسلط الضوء على أهم التدابير التي اتخذتها الشركة من أجل كشف عمليات التحايل، ونتابع عن كذب عمل الفرق المختصة في كشف شبكات التحايل وأساليبهم المبتكرة بالتهرب من دفع كلفة الكهرباء. عمليات النصب والاحتيال والتهرب من دفع فواتير الشركة الموريتانية للكهرباء ينتهي بها المطاف غالبا هنا. فهذه هي الإدارة التجارية، المقر الرئيس في العاصمة نواكشوط، حيث يوجد في داخل هذه المكاتب المصالح المعنية بشكل مباشر بمكافحة الاحتيال والنصب. يا
يدب النشاط في هذا المكان مع الساعات الصباح الأولى. إنها مكاتب ما يعرف بقطاع التحصيل في الهيكلة الإدارية للشركة الموريتانية للكهرباء، ويضم هذا القطاع عدة مصالح تابعة، وهي بمثابة الأذرع الضاربة لشبكات التحايل، مزودة بالكادر البشري اللازم وبالآليات الكافية للرقابة والمتابعة والتحصيل وشن حملات ميدانية لكشف التجاوزات وأنشطة التحايل الخارجة عن القانون. وغير بعيد من قطاع التحصيل، تحتضن هذه المكاتب القطاعات التابعة للإدارة التجارية، وهي بمثابة السلطة العليا المعنية بوضع ومتابعة وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على التحايل. فهم الضرر الاقتصادي ولا زاد الضرر التجاري اللي احنا نقدرون خالقة 19% من الكهرباء اللي نوزعوا توقد في التحايل، خالقة 5% منها متعارف عليها دوليا إن هي النسبة المقبولة، خارج 14% اللي هي تعادل عندنا احنا حوالي 6.4 مليار ملوقية قديمة، مقدرين احنا انها تغدلنا سنويا. استراتيجية مكافحة التحايل التي أطلقتها الإدارة التجارية منذ منتصف العام 2018 بدأت تعطي بعض النتائج الملحوظة، ليس أقلها تقليص الحوادث الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأسلاك الكهربائية. في الضرر الأمني هذا التحايل دائما يودي ياسم مشاكل المواطنين، الأعطاب يودي الحرائق، يودي رداءة في الخدمة نفسها، عود حد جابر شمال الله وما بصيبة رسمية ومقبضون السليكات ضعيفين ومقبضون ناس من المشاكل. فما هذا بعد قال ضرر الأمني أهم عندنا من الضرر الاقتصادي. وكجزء من مكافحة التحايل، قامت الإدارة التجارية بتوفير بدائل عن الاستخدام الغير قانوني وبأسعار في متناول الأسرة الفقيرة في بعض الأحياء الهشة. من مي ولا زاد جوان 2018 عدلنا حملة مانعة في الأحياء منهم الترحيل، وعدلنا حملة توصيلات مخفضة 10,000 وقية، وإلى اليوم اللي هي مدة حوالي 7 أشهر بتنا الحقنا 11,400 زبون معدلهم توصيلة مخفضة، وعاد توصيلهم اللي تابع للقوانين ولا زاد النظم الفنية وأهلها راضيين، حتى أن عدلنا مركز خاص بالمواطنين اللي لحقت 13,000 في مال لحقت 7 أشهر. جولة في المراكز الموجودة في أطراف المدينة، يلاحظ الزائر قلة الزوار، وقد يصادف كما جاء من أجل تسديد فاتورته، ولا يمانع في الحديث لعدستنا. الحمد لله ما مقطوع عني كلام، خلص الفكتيرة سابق وقت. خدمة الشركة زينة، بارفوا تعود عاجية، بارفوا تعود زينة. زمن الشتاء تعود زينة ما عنده مشكلة، وزمن الصيف تعود دائما فيها انقطاعات. وفي مركز آخر قد يصادفك من يأمل في تقليص كلفة الكهرباء الباهظة، كما تقول هذه السيدة. شيء ينظر حد قاسي المديرة كنت قاسته ينظر حل في مشاكل اللي قال حد شيء يعرف ياك اللي يعدل، ينظر يعرف ياك اللي يعدل، 50 ما عندي ليش. قلة الضغط على المراكز قد تكون مؤشراً على تقلص عدد الشكاوي من عمليات الاحتيال التي يدفع المواطن ثمنها في الغالب. العمل يجري هون بسلاسة، بسلاسة بيكون منين تخرصوا مركز فيه ما يزيد دركاتي على ما يزيد على 20,000 زبون، ماكم لا يتجون حقالكم 30,000 رجال جوناتية هذي. إذن ذاك ناتج لا نتجلى عن سلاسة العمل. الخدمة في المتناول وأبواب المراكز مفتوحة أمام الزبناء وبإجراءات مسهلة وسريعة، والفضل يعود إلى جهود الشركة في محاربة الاستخدام الفوضوي والخارج عن القانون، كما يؤكد المراقبون والمشرفون على مكافحة التحايل. كرأس رئاسة من الوسائل من أجل مكافحة التحايل، وهذا التحايل على عدة أشكال. مثلاً هذا الزبناء الذين اللي يقوموا بالتحايل هي مجموعة من الزبناء ذات توصيلات غير مشروعة، أسلاك اللي شفتوا هذو الحاسبات وليبانوج هذو كاملين مقلوعين بهذه الوسائل
هي عبارة عن مجموعة من الزبناء المتحايلين الذين لا يريدون مهر الكهرباء بشكل طبيعي، بالتالي قبضنا وقطعناهم وجبناهم كاملين هنا من أجل علينا نصح وضعيتهم. ولكن القضاء على التحايل بشكل نهائي لا زال يتطلب من هؤلاء الرجال في مصلحة المتابعة والتحصيل المزيد من الجهود الجبارة والعمل المتواصل لمواكبة الأساليب المبتكرة والتقنيات المختلفة المستخدمة من طرف بعض المستهلكين المتحايلين. عندنا أنواع التحايل اللي نعتهم إن شاء الله. هذا بانو، هذا أن كونتر، وضعية سليمة، يقال من فوق ما هي سليمة. عاد أبرانشمان أفان كونتر. هذه مودي الشكل الاخر من التحايل بطريقه ينقالوا برانشمون افان كونتير، ما يحسب عند الكونتير. هذا برانشمون ديريكت ما عنده كونتير. هذه كونتير طبيعيه، برانشمون ترى مصالحين يقال وعمات خسرت مقصوده من اجل اش يدير محسوب ماكله معروف. وبرانشمون مولي ديريكت راه مولي برانشمون ديريكت ما عنده كونتير. وضعيته من هون سليمه، قطع انقلعت كونتيرتو وبرانشاو ديركت. يعرف هؤلاء الموظفون ما يقومون به ويدركون جيدا المخاطر التي تتهددهم أثناء تأدية عملهم، سواء جراء الحوادث أو جراء اعتداءات من طرف بعض المتحايلين. ومن أجل فهم خطورة وأهمية عمل هؤلاء يجب النزول معهم إلى الميدان. إنه صباح يوم حافل هنا في مقر الإدارة التجارية للشركة الموريتانية للكهرباء، حيث بعد قليل ستنطلق فرق مختصة في كشف شبكات التحايل على الكهرباء المنتشرة في المدينة. سنرافق إحدى هذه الفرق ونطلع عن كثب على عمل هؤلاء الرجال. سيتفرق هذا الموكب قريبا، يجب أن تتوزع الفرق على أحياء المدينة المترامية، لا مجال لإضاعة دقيقة واحدة، وقد يتطلب مجرد الخروج من زحمة المرور ساعة كاملة. إنها مسألة روتين يومي بالنسبة للسائق أمامنا، ويبدو أنه يعرف الوجهة جيدا هذا الصباح. يعد هذا الحي إحدى النقاط الساخنة التي تنتشر فيها عمليات التحايل. أعين الرجال متربة على كشف الأسلاك المشبوهة، يعرفون جيدا أن الحبال يتم ردمها تحت الأرض لتبقى بعيدة عن الأعين.